هاي زهرات، كيفكن؟ أنا شفتان ليلى، واليوم حضرتكن محاضرة كشفية عن الصافرات الكشفية. بما أنه إلنا زمان مش عاملين التجمعات تبعنا، هلأ رح نتذكر الصافرات سوا كرمال بس نجتمع قريبا نكون منعرفن ومتذكرينن. مثل ما منعرف إنه من قبل كانوا يستعملوا الصافرات الكشفية مثل كود كرمال يقدروا يفهموا على بعضن بس يكونوا بعض. وأول صافرة رح نتعلمها اليوم هي نقطة، يعني صافرة صغيرة، وهيدي بتعني الاستعداد. بنستعملها كرمال نكون مستعدين لأي صفيرة تاني. وتاني صفيرة هي الشخطة، يعني صافرة أطول من النقطة، هيدي بتعني استرح. الصافرة التالتة هي وهيدي بتعني الانصراف. الانصراف كرمال ننصرف من التجمع اللي نحن مجتمعين فيه. الصافرة الرابعة هي الانتباه، هيدي شخطة أطول من الشخطة اللي قبلها، يعني صافرة أطول من الصافرة اللي قبلها، وهيدي بتعني الانتباه لنكون منتبهين لشو بده يجي من بعده. وسادس الصافرة هي يلي هي 6 صافرات صغار وبتعني تجمع عام. الصفيرة السادسة هي يعني تحية العلم، هيدي بنستعملها بالمخيمات بس يكون بدنا نعلي أو نوطي العلم. وهلأ الصافرة السابعة هي يعني تجمع القادة، هيدا بيعملوها كرمال يعيطوا القادة تيروحوا يجتمعوا سوا. وهلأ الصافرة الثامنة هي يلي هي صافرة طويلة وثلاثة قصار، اللي هي بتعني تجمع رفاق الطلائع، يعني تيجتمعوا رفاق الطلائع سوا. وهلأ خلصنا أول بارت من المحاضرة تبعنا، نرجع نشوفكم ببارت 2. باي.